بغيت نعرف مين انتي باش ماتت وكانت كتاكل الشربة صحيحة عتات معطوش كضربتها واش توعتات وداتها وداروا داك شي بينات مولدي واحد المسخوطه كانت كضرب مي كرفس عليها دات لها رزقها وما كانت الماء ما كتبغيش وانا كنخدم كنمشي على الموقف وهي خات لها رزقها كله وجدات لها واحد الدريه بنت اختي ما عندهاش العقل ماتت تما في 2000 وجدات عليها واستغلت على كل شيء وخات كل شيء تكرست على مي انت متتبعين سفير بانتكات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد السيدة هادي تتصرح بأن أختها كانت تتعنف أمك ياك واحد المسخوطة كانت كضرب مي كرفس عليها دات لها رزقها وما كانت الماء ما كتبغيش وانا كنخدم كنمشي على الموقف وهي خات لها رزقها كله وواحد الدويرة شارية أخرى قالت لها تاهي كتبيها ليا ومتفقة هي ومرت خويا وهي ماتت وانا شفتها في الروضة ولا الفيديوهات كلهم عند بناتي ولد اختي مشى معايا داك الميت امو وجدات لها واحد الدريه بنت اختي ما عندهاش العقل ماتت تما في 2000 وجدات عليها واستغلت على كل شيء وخات كل شيء تكرست على مي انت انا داك الشيء كل شيء غيبقى هنا اختك تتعنف امك يا وليدي باهي ضربه العينين ضربه العينين اوليدي ياك كضربها ضربه مطيحاها من علاش وليدي واحد الدار اخرى هي كتبت واحد البرطمان اللي فيها حنايا دابا الدار اللي فيها حنايا وقالت لها كتبي لي واحد الدار قالت لها هي لا وبك غدر فيك الطاقة بلا أخرى ما تجيني معايا في الدار بغيت نعرف مي انت باش ماتت وكانت كتاكل الشربة صحيحة عتات معطوش كضربتها واش توعتات وداتها وداروا داك شي بينات مولدي دار داك شي بينات ومدوا دفنوها تما عطات الفلوس ومي راه ماتت الله يعلم كيفاش ماتت واش وليدي كانت كضربها وراه كانت مكرصة عليها عاود معايا عند الناس هما دابا كاينين الفيديوهات راه كلهم عند بناتي وعند ولد اختي وانا شفت مي في الروضة ما بغاوش يخلوني نمشي نشوف مي في فرح السلام خليني نشوها